السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بإذن الله هشرح لكم إزاي نظهر الكتابات اللي هي الأبعاد على كل بارسل أو كل قطعة بتاعتنا، زائد هشرح لكم إزاي نكتب الإحداثيات أوتوماتيك تظهر الإحداثيات الكورنرز بتاعت كل قطعة، زائد إزاي نربط القطعة بتاعتنا مثلا بألاينمنت موجود جنبها اللي هو مثلا طريق مسار طريق، بحيث يديني مجموعة معلومات من مسار الطريق على القطعة، أو إزاي أربطها بإيه بسطح. نشوف مع بعض كده. ناخد مثلا الجزئية اللي هنا دي. تمام، دلوقتي أنا عايز أظهر الكتابات على اللي هي 200 كام، 269. الكتابات دي هتبقى عبارة عن إيه؟ الأضلاع بتاعتنا دي هنكتب عليها المسافات بتاعتها كام. بندخل على الأنوتيت هنا، حلو، وبنضغط هنا اللي هي الأد ليبل، هنلاقي حاجة اسمها بارسل. تمام، وبعد كده بنقول له إيه، سنجل سيجمنت. شوف مع بعض كده، اقول سنجل ايه سيجمنت، نضغط عليها. هنا بيقول لي اختار الضلع اللي هي السيجمنت اللي هو يعتبر الضلع، فبختار له الضلع ده، فاظهر لي على طول ان الضلع ده مسافته 25 متر وده الانحراف بتاعه. تمام، لو اخدت نفس الحكايه هنا نفس الحكايه برضو، اظهر لي المسافه بتاعته والانحراف بتاعه. لو خدنا ضلع تالت او حاجه، اجي مثلا الضلع مثلا ده، تمام، اللي هو الصغير ده اهو، قال لي مسافته قد كده وانحرافه قد كده. تمام، طب هو دلوقتي انا مش عايز اظهر مثلا الانحراف، انا عايز اظهر المسافه بس، وعايز اعدل المسافه بدل ما هي رقمين 20 عايز اخليها 3 ارقام 20. دي هنا بغير في الستايل. طب هو هنا ما حددليش الستايل بتاعي، يعني لما ضغطت هنا وقلت له بارسل وقلت له سنجل سيجمنت، بدأ على طول يقول لي اختار الايه، اختار الضلع اللي انت عايز تعمل عليه عليه. عشان كده احنا بنضغط فيه، ما بنضغطش عند كلمه اد ليبلز، لا بنضغط على العلامه اللي فوق دي كده. تمام، اول ما بنضغط عليها تظهر معانا نافذة، اللي هي النافذة دي بنختار في الفيتشر هنا، بنختار حاجة اسمها البارسل. تمام، وبعدين بنشوف احنا عايزين النوع ايه، فانا بقول له مالتي سيجمنت عشان لما اضغط على الاسم بس يظهر لي جميع الاضلاع. حلو، وهاجي هنا اهوت هختار له والله انا عايز ايه الديستنس بس، يبقى انا بختار له من هنا اهوت الستايل بتاعي اللي هو اللاين ليبل ستايل، ده في حالة لو خط، لكن لو في حالة كيرف فهيظهر لي هنا اهوت الايه الستايلات بتاعت ايه بتاعت الكيرف. تمام، فمثلا هختار له هنا اهوت الديستنس بس، بقول له اد. هنا بقى عشان دي هنا اهوت مالتي سيجمنت يعني اضلاع متعدده، يبقى انا ما بختارش الاضلاع متعدده، لا انا بختار الايه البارسل نفسها. حلو، مثلا هاخد البارسل اللي هي 275 دي، واول ما بضغط عليها بيسالني مع عارب الساعه ولا ضدها. لو مع عارب الساعه اللي هي الكلوك وايز دي هيطلع لي الكتابات بره القطعه نفسها، لكن ضد عارب الساعه هيخلي لي الكتابات جوه القطعه نفسها. طب نشوف كده، ضد عارب الساعه بضغط هنا اهوت، تمام، اهي زي ما احنا شايفين ظهر عندي هنا 25 متر، 10 متر و20، 25، وهنا ظهرت عندي الكتابة دي بس مقسومة، يعني مش مقسومة اتنين، فيها كتابة يمين وشمال، لأن الخط اللي فوق ده يعتبر فصل لي الخط اللي هنا. هنقول لكم ازاي بعد كده في ستايل تاني ازاي نعمل ايه الكتابة كلها. لما نشوف حاجة تانية، مثلا هاخد اللي هي 278 دي وهضغط عليها، هنا هقول له كلوك وايز مع عارب الساعة، زي ما شايفين طلع لي الكتابات فين؟ كتابات بره، بره الايه؟ بره القطعة نفسها. تمام كده؟ هي ال 25 25 انا خدت 278، وهنا هو 8 متر و6 متر و60 على متر و40، لان هو خد الكتابات زي ما قلنا فين بره هنا. طيب دلوقتي انا حبيت طب انا دلوقتي طلعت مثلا الكتابات كلها بره عايز اقلبها جوه، مجرد ان انا بضغط على الكتابه نفسها بيظهر لي البار اللي فوق هنا اهوت، في حاجه اسمها فليب وريفرس. ايه الفليب؟ فليب هيقلبها لي من جوه لبره، زي ما احنا شايفين نبص مع بعض هنا كده هتلاقي اتقلبت من بره لجوه. تمام كده؟ في حاله لو انا عندي زي ما شايفين احنا الانحراف هنا، في انحراف ان اي، تمام، لو ضغطت عليه في هنا اهو الريفرس، الريفرس يعني هيعكسه، بدل ما هو ان اي هيبقى اس دبليو مثلا، يعني اللي انا ده انحراف الخط هيعكس لي انحراف الخط اهي، هتبقى اس دبليو. تمام كده، لان الرقم اتغير وبقت اس اي وبقت اس دبليو، من ان اي لاس دبليو، لان هو بيغير الانحراف، وده هوريكم هو ازاي هو بياخد الانحراف ده اساسا، بيبتدي منين البارسل. الكلام ده كله باذن الله في خلال الدرس ده او الدرس اللي جاي باذن الله. تمام، يبقى كده احنا عرفنا ازاي نعمل ليبلز بسرعه. يبقى انا مجرد بس لو انا هعمل مجموعه حاجات، انا عايز الديستنس بس، مجرد ما اقول له اد وبختار له اد هنا اهوت، بيختار لي اسم القطعه ويقول لي مع عارف الساعه على عكس عارف الساعه، بقول له مثلا مع عكس عارف الساعه. يبقى انا كده في لحظات ممكن ايه، ممكن اخلص الداتا كلها بتاعتي. تمام، واكتبها كلها. لو تفتكروا كنا في اول درس كنت جبت لكم مجموعه ملفات ولوجات كان فيها الناس الكتابات دي بتكتب يدوي، طبعا دي كان هياخد وقت طويل، ايه وقت طويل جدا. تمام، طيب نشوف الستايل في حاله لو انا عايز اظهر الكتابات بتاعتي، يعني مثلا هقول له نوت
المنطقة دي نقول له اد حلو كده. ولو اخترت القطعة دي وقلت له مع قالب الساعة زي ما احنا شايفين مثلا الضلع دوت، هو الضلع من النقطة دي للنقطة دي اشترك في 3 حتت، ادي واحدة التانية التالتة، وجاب لي كل مسافة. لو انا عايز اجيب المسافة كلها على بعضها اعمل ايه؟ عادي مثلا فرضا هشيل التلاتة دول. في ستايل عندنا نقط، لو احنا ضغطنا نقط نلاقي حاجة اسمها ستايل ايه؟ سبان. سبان ده اللي بيجيب لي المسافات الطويلة كلها على بعض، تمام؟ لو قلت له ديستانس اونلي ماشي، واخترت مثلا سنجل سيجمنت، طبعا ممكن اي سواء سنجل سيجمنت او يعني مالتي سيجمنت مفيش مشكله، بس انا الحاله دي هنجيب مثلا سنجل سيجمنت واقول له اد. حلو، بيقول لي هنا تمام. زي ما احنا شايفين هو جاب لي ايه؟ جاب لي كلمه 8 متر، وعلم لي الابتداء ان هي من اول النقطه دي للنقطه دي، تمام. فانا لا انا عايز اعكسها، فكل ما هنا انا بضغط عليها وبقول له ايه؟ بقول له فليب، هيعكسها لي، هيقول لي اه يبقى انت عندك 10 متر و20 ابتداء من النقطه دي للنقطه دي، تمام كده. يبقى عمليه الستايل اللي هنا اللي اسمه هنلاقيه بدأ بكلمة سبان اهو، دوت اللي بيجيب لي الايه؟ المسافة الكلية على بعضها. حلو، في حالة لو ستايلات تانية بيقدر نعدل. طب دلوقتي انا عايز اعدل الكتابات اللي ظهرت دي قبل كده اللي هو كان في الديستنس، في الستايل ده عايز اعدل اخليها ايه؟ 3 ارقام عشرية. كل ما هنالك انا بضغط هنا اهوت، تمام، بيظهر لي النافذة بتاعت التعديل. بضغط هنا اقول له والله انا عايز الديستنس المسافة، وباجي على الكونتنت زي ما عملنا قبل كده في كذا درس يعني، بنضغط هنا اهوت. حلو، وهو ايه؟ نعلم علامة على ايه؟ هي ارقام 20. لا هقول له انا والله انا عايز ايه؟ 3 ارقام 20، واقول له اد. حلو، وبعد كده اضيف ايه؟ حرف الام مثلا بعديها. اوكي، اوتوماتيكي هي اتغيرت، بقت ايه؟ 25.000 اللي هي 3 ارقام ايه؟ 3 ارقام 20. طبعا هنا عشان ده ستايل تاني ما اتغيرتش معايا، تمام كده، عشان ده الستايل بتاع الايه؟ بتاع الاسبان. حلو، دي حاجة من ضمن الحاجات. في ايه تاني معانا؟ في حالة لو انا عندي كيرفات، نشوف كده منطقة مثلا فيها كيرف مثلا هنا، تمام. فلو انا قلت له سيجنال سيجمنت وبضغط هنا، ده كيرف اهو، زي ما احنا شايفين طلع لي في الكيرف ايه؟ طلع لي طوله والراديوس بتاعه والدلتا بتاعته. الكلام ده على حسب الايه؟ الستايل بتاعه. يعني انا عندي في الستايل هنا اهو، ده اهو دلتا اوفر لينس اند راديوس، تمام. ممكن نعدل لو احنا عايزين نشيل حاجة فيهم، مفيش مشكلة. طبعا التعديل بقى ايه؟ دي راجعة لكم. اللي هو الايديت، اللي هو عملية الايديت دي، نعدله زي ما انتوا عايزين. يعني مثلا ده كيرف، يعني مثلا كيرف تاني هنا، كيرف تالت هنا، يعني على حسب ايه الكيرفات اللي موجودة. حلو، دي طريقة ايه؟ طريقة التعليق. طيب احنا حبينا بقى نعمل ايه؟ حبينا نربط القطعة بتاعتنا بمسار جنبها، يعني ناخد معلومات من مسار جنبها. دي نعملها ازاي؟ هنشوف مع بعض في الرسمة دي. هندخل على الرسمة اللي معانا هنا اهوت، اللي هي دي، تمام. انا عندي زي ما انتم شايفين في سيرفيس سطح بتاع ان جي ال، زائد ان في الاينمنت انا عملته كده، وعندي 3 قطع زي ما انتم شايفين، تمام. ازاي بقى اربط القطع دي مثلا بحيث اخد معلومات من الاينمنت اللي جنبي؟ بمعنى انا عايز اعرف كل كورنر من النقط دي على اوفست كام، تمام. بحيث لو انا غيرت حتى يعني ممكن اعملها بحيث اغير، لو غيرت اي حاجه في القطعه تتغير اوتوماتيك المعلومات دي. ازاي اقدر اعملها؟ ندخل عندنا احنا اهوت هنا، ندخل برضو على انوتيت. حلو، هنعمل ستايل احنا جديد خالص، نضغط هنا بحيث يظهر لي نفس المربع ده، وبقول له هنا اهوت البارسل، الحاجات الخاصه بالبارسل، تمام. المالتي سيجمنت هنا اهوت عشان يطلع لنا الداتا مره واحده كلها، وباجي هنا اهوت على اللي هو مثلا البيرنج اوفر ديستنس. حلو، وبقول له كوبي كارنت سيلكشن بحيث يعمل لي ستايل جديد، ماشي. هضغط هنا كده اشيل كل ده، واقول له مثلا اوفست، هسميه اوفست يعني. حلو، اللي اوت هنا بنضغط نجيب على البيرنج ونشيلها، مش هحتاج البيرنج ولا هحتاج الديستنس، تمام، هشيلها ماشي. كل ما هنا كده انا هضيف حاجه اسمها ايه؟ ريفرنس تكست. ريفرنس تكست يبقى التكست ده مرتبط بحاجه، هتقعد على اي لسته حاجات ممكن يرتبط بيها. حاليا هاخد لكم الالاينمنت وبعد كده هشرح لكم السيرفيس. ادي الالاينمنت وبقول له اوكي، تمام كده. يبقى هو ايه؟ هيعمل لي السطح، سوري، القطعه دي مرتبطه بمين؟ مرتبطه بالالاينمنت اللي انا هحدده له بعد كده. بخش هنا في الليبل، انا هعمل ايه مثلا؟ هعمل الاوفست، بضغط هنا اهوت واشيل دي، واقول له والله انا عايز نقول الاوفست مثلا. حلو، 3 ارقام 10، واقول له اد. ممكن نكتب في الاول هنا اهوت اوفست و اف اف، اختصار لكلمة اوفست، تمام.
وعايز ستيشن، يبقى اس تي اي نقطتين فوق بعض وادخلت هنا وبقول له اديني الرو ستيشن او ستيشن فاليو هي سيم، وبقول له ايه، بقول له تلات اربع رو ستيشن اللي انا عايزها كام علامة عشرية، انا عايزها تلات علامات عشرية تمام كده، وبقول له اوكي ماشي، بقول له اوكي وابتدي اقول له اد، بيقول لي اختار القطعة فبختار له القطعة دي تمام، بيقول لي مع عقارب الساعة ولا ضدها، فبقول له مثلا ضد عقارب الساعة. زي ما احنا شايفين ابتدى ايه، هيبتدي ينزل لي الداتا بتاعتي، بس زي ما احنا شايفين عامل لي علامات استفهام. ليه؟ لان هو عايز يطلب مني نقطة الاوفست بتاعتي، نقطة سوري نقطة الالاينمنت بتاعي، عايز يطلب الالاينمنت بتاعي. فبقول له والله الالاينمنت بتاعي سيلكت الالاينمنت، فبقول له الالاينمنت ده تمام. زي ما احنا شايفين بدأ ايه، بدأ يعمل لنا كل الاضلاع بتاعتنا عبارة عن اوفست وايه وستيشن، اوفست وستيشن، اوفست وستيشن. طب لو احنا خدنا الاوفست وستيشن دي على انهي نقطة؟ هو هنا هو واخدها على نقطة السنتر، نقطة الايه، نقطة السنتر بتاعتنا. يعني احنا عملنا مثلا اهوت، جينا هنا قلنا alignment حلو، واخدنا حاجة اسمها station offset، وقلنا add select alignment دي عشان هنا نظهر بس الكتابة بتاعتنا النقطة دي. يعني الكورنر دوت لو احنا بصينا عليه، الكورنر اللي هو في الزاوية ده الستيشن بتاعته 241، فأنا ما عنديش ولا حاجة من دول 241. ليه؟ لأن هو لما بيربط بيربط الحاجة بنص الخط، بيربط الحاجة بنص الخط. طب ازاي اخليه يربط بالكورنر نفسه؟ نشوف مع بعض كده. الحل الوحيد في حالة ان احنا لما بنعمل ريفرنس سواء للالاينمنت او للسيرفيس اللي احنا نحركها يدوي، زي ما انا قلت قبل كده كنا هنعمل حاجة اوتوماتيك ويدوي في نفس الوقت. يعني ايه؟ لان دلوقتي زي ما احنا شايفين الليبل اللي طالع دوت عبارة عن نص الخط، لان هو بيتعامل مع الخط على اساس ان هو وحدة واحدة، فبيديني نقطة واحدة بس عليه اللي هي نص الخط فقط تمام. انا حاولت بشتى الطرق ان انا اغير في الستايلات او بحيث ياخد الكورنر يمين او شمال، مفيش، هي تيجي بس في الاحداثيات لكن في لما تكون حاجه ريفرنس تكست ما بتجيش للاسف، الا لازم تاخد ايه في نص الخط. وسالت كتير صراحه ومواقع انجليش والكلام ده كله محدش وصل لحاجه. فالحل الوحيد بعد ما نعمل حاجه زي كده ونجينا احنا بس شادين النقطه دي نحطها تمام من هنا اهي، سوري نجيبها مثلا الكورنر ده، النقطة دي نجيبها على الكورنر ده تمام. يبقى كل نقطة هتروح فين؟ في الكورنر بتاعها. طيب نشوف احنا كده هنوديها مثلا هنا، النقطة الأخيرة اللي هي دي، ناخد الليبل الأخير اللي هو ده بالشكل بتاعه هنا، نحطه فين؟ الكورنر الأخير خالص تمام ماشي. لو احنا ركزنا كده، هي بس الكتابة كبيرة شوية نصغرها 1500، هنلاقي هنا اهوت، معلش اسف نسحب كده شويه عشان الكتابه تبان معانا اهي. ظهرت عندي الستيشن بتاعتي بقت 241 31، هي 241 30 و7 عشان انا بس رقمين 20. الاوفست بتاعي برضه نفس الحكايه 84 5 6 2 اهي، الاوفست بتاعي هنا اهوت 84 5 6 2 تمام. زي ما احنا شايفين الكتابات مش واضحه كلها زاويه واحده ملفوفه، دي ممكن بس نعدل الستايل، بنضغط هنا تمام كل ما هنالك، هنيجي يعني على كلمه جنرال دي وبنغير هنا اهوت الاورينتيشن ريفرنس، كل ما هنالك انا بخليها ايه فيو بحيث تتعدل على حسب الايه زاويه الرؤيه بتاعتي ماشي اهي. زي ما احنا شايفين اتعدلت على حسب ايه زاويه الرؤيه بتاعتي. طبعا انا ممكن ايه ممكن اضيف مثلا نقطه صغيره واطلع الكتابه دي فوق، يعني ممكن حاجات نزودها بس من عندنا، اوريكم ممكن تزودوها ازاي. بنضغط هنا مثلا في اللي اوت، هقول له والله هنا هضيف بلوك تمام كده، البلوك دوت المكان بتاعه في الستارت مثلا، في ستارت الكتابة البلوك دوت نوعه ايه، لحظة واحدة اهو من هنا بنضغط هنا اوت مثلا، ناخد زي دلوقتي بنش مارك مثلا واقول له اوكي تمام كده. وهاجي على الكتابة نفسها هرفعها فوق شوية مثلا أو أنزلها تحت شوية مثلا بمقدار 3 مللي وأقول له أوكي تمام كده. نزود ممكن أهي، يعني زي ما احنا شايفين حطينا إيه علامة كده في الآخر، في آخر الدايرة، وممكن نرفعها كمان شوية فوق عشان تبقى الكتابة إيه كده لحد ما واضحة معايا.
يبقى ده كده عشان بنعدل في الستايل، بنعدل في الشكل. حلو، يبقى هختار هنا هو الرفرنس تكست واخليها والله يخليها لي ايه 7 واقول له اوكي. تمام، يبقى كده اهو ظهر لي كل كورنر عباره عن ايه. طيب في حاله لو انا غيرت الكورنر هتتغير معايا؟ بالفعل هتتغير معانا، يعني انا دخلت هنا اهوت والله قلت واخد الكورنر ده منزله مثلا في الحته في المنطقه دي كده، هنلاقي الكتابه اوتوماتيك اتغيرت معانا. حلو، شوف يعني دي هنا اهوت الاستيشن 331، نجيبها مثلا تحت شويه 343، يبقى كده خلاص اتربطت معايا. على حسب ايه؟ على حسب ما انا هحرك الشكل هيبتدي يتحرك معايا مين؟ يتحرك معايا الاستيشن والاوفست بتاعتي. تمام، نفس الحكايه في حاله لو انا عملت سيرفس اللي هو السطح، عايز اربطها بسطح، يبقى المره دي انا هاخد برضه نفس اللي حصل ده، بس المره دي هعمل له ايه؟ كوبي كرنت سيلكشن. حلو، وهسميه هنا سيرفس، اللي هنا خدنا اوفست هنا مثلا نخليها ايه؟ سيرفس. تمام كده، نخش على اللاي اوت. تمام، انا مش هحتاج الريفرنس بلوك دوت، ده هشيله، النوعيه لازم اشيلها تاني، ومش عايز البلوك، انا عايز بس الكتابه فرضا مثلا. ابتدي هنا اقول له برضه ريفرنس تكست، واخش على الايه؟ على السطح. تمام، وهقول له اوكي. اجي في الليبل هنا بشيل دي خالص، وبقول له انا عايز ايه؟ اعملها لي سيرفيس ريفيجن 3 علامات عشرية، بقول له اوكي، وحط مثلا كلمة اي ال في الاول اللي هي الريفيجن، اقول له اوكي اوكي. تمام كده، وابتدي اقول له مالتي سيجمنت، انا عايز السيرفيس الهيد. اول ما بختار هنا برضو ماشي، هو هنا بيسألني مع عارب الساعة ولا ضد عارب الساعة، فبقول له مع عارب الساعة مثلا. هنا بيقول لي البارسل اللي انت اخترتها دي، سوري احنا اخترنا هنا ما اخترناش، معلش انا اسف، نرجع نعمل كنترول زد تاني، اختار من هنا اللي هو السيرفس السطح. حلو، واقول له اد، ضيف لي البارسل دي مع عارف الساعة. هنا بيسألني زي ما احنا شايفين 3 علامات الاستفهام نفسها تاني، بيقول لي السطح اسمه ايه، فبضغط انتر بيطلع لي لو عندي كذا سطح بيطلع لي الليستة كلها، فبقول له اوكي. نشوف ما عنديش سطح واحد، نفس الحكايه هو جاب لي النقطه دي، لو احنا ضغطنا عليها هيجيب لي النص، لا انا ساعتها ممكن اشدها اجيبها فين؟ في الكورنر، فهضطر ان انا هي الحاجه اليدوي اللي هعملها ان انا هشد كل نقطه على الكورنر. انا حاولت زي ما قلت لكم بشتى الطرق ان انا اعملها سوري يعني اظبطها بحيث تيجي في الكورنرز ما بتجيش خالص. هنا هو تمام كده، يبقى انا معايا الكورنر، كل كورنر معايا الليفل بتاعه، مجرد ما انا بختار مثلا القطعه وبغير هنا القطع بيتغير للمنسوب مباشره زي ما احنا شايفين كده. تمام، طب في الحاله الثالثه بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ بحيث انا بختار الاريا يطلع لي الكوردينيتس بتاعتنا في الكورنرز بتاعتنا، ازاي نعملها؟ نعمل ستايل جديد برضو، كوبي كارنت سيلكشن. تمام، نسميها اكس واي زد، اكس واي زد كده، نخش على اللاي اوت. الريفرنس تكست ده مش عايزه انا، كل ما هو انا اللي عايز تكست. تمام، التكست دوت هسميه نوت برضو النيم بتاعه اكس واي زد، مش عارفين بس موقفها ايه. اللوكيشن بتاعها نحطه في الستارت. تمام، ونيجي هنا بنضغط على الكونتنتس، بنضغط هنا اهوت ماشي، بنبتدي نشيل الكتابات دي ونحط مثلا اي نقطتين فوق بعض، وبعدين بختار انا والله يعني عايز الايه الستارت بتاعت الايه بتاعت الخط ستارت ايستينج، سوري ستارت ايستينج، واقول له اد. حلو، وانزل تحت هنا اقول انتر، واقول له ان نقطتين فوق بعض، واخد الستارت ايه الستارت النورثينج. تمام كده، وانزلها واقول له اوكي اوكي. هنبتدي نعمل الليبلز بتاعتنا، نختار المالتي سيجمنت والاكس واي زد. تمام، وبنقول له اد، وبنضغط على اسم القطع الليبل. بس في بقى هنا نقطه لازم ناخد بالنا منها، احنا كنا اخترنا هنا الستارت ايستنج وستارت نورثنج، بحيث لو اخترنا الستارت والستارت لازم بناخد كلوك وايز مع عقارب الساعه، لان مع عقارب الساعه يبقى انا ببتدي البدايه المظبوطه، لكن لو اخترت عكس عقارب الساعه هيجيب لي النقط بالعكس، لان عكس عقارب الساعه بيجيب لي الخط من اخره مش من اوله، يبقى لازم اختار كلوك وايز. تمام، بيظهر لي الاحداثيات بتاعتي لو شيكنا عليها هنلاقيها مظبوطه باذن الله. مثلا فرضا نعمل هنا اي دي. تمام، بختار له نقطة الكورنر هنا، واقول له هنا النقطة دي عبارة عن ايه، نشوفها مع بعض اهي 380 مع 300 كام؟ 342. تمام، لان انا اخترت هنا ايه الستارت، يعني في حالة لو انا
جيت هنا اهوت وقلت له ايديت كرنت سيليكشن. تمام، هنشوف مع بعض حتى البدايه والنهايه عشان ما نتلخبطش. يبقى لو انا اخترت البدايه يبقى لازم امشي مع قرب الساعه، لو اخترت النهايه لازم امشي ايه عكسها قرب الساعه. حلو، نيجي هنا اهوت سوري، نختار الاكس واي زد واختار من هنا، ما اختارش من اهوت من الاكس واي زد اهي، وهنا احنا مختارين ايه الستارت ستيشن، سيجمنت ستارت ستيشن اللي هي الايه الستارت. طبعا في الاند، في حاله لو انا اخترت الاند يبقى انا همشي عكس عقارب الساعه عشان تطلع لي النواتج بتاعتي ايه. مظبوط، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نربط القطع بتاعتنا بسطح او نربطها بالاينمنت. طبعا في كذا حاجه في عمليه الربط زي ما احنا شفنا في الاينمنت، في بروفايل، في كذا حاجه. انا خدت بس هنا السطح ازاي نربطها بسطح وازاي نربطها بالاينمنت، وهنا ازاي نظهر الاحداثيات بتاعتنا في الكورنرز كده. تمام، يعني انا عملت اي بارسل بعد كده، مجرد بس ان انا هعمل مثلا المربع ده تمام او المستطيل ده واقول له حوله لي بارسل، وابتدي بعد كده اشتغل بالاوبشنز بتاعتنا. هي في نقطة بس حبيت ان انا ايه اوضحها لكم، ان هو في حالة لو احنا عملنا مثلا هنعمل البارسل دي كده تمام، نقول له create parcel from object بحيث ناخد احنا البارسل دي، واقول له انتر واقول له اوكي. تمام، عملية الريفرنس بالذات دلوقتي لو انا مثلا عندي قطع موجودة بالفعل وحبيت ان انا اغير الستايل بتاعها بحيث احط لها ريفرنس جديد، تمام، بيطلع لي علامة استفهام، علامة استفهام في حالة لو انا ايه الشغل مثلا الستايل انا عدلته. بمعنى ادي الستايل هنا احنا كنا عاملينه ايه بحيث يكون ايستنج اللي هو الاوفست والستيشن. حلو، انا هغير الستايل ده ونشوف مع بعض هتبقى عاملة ازاي. هنيجي على النوتيت، هي طبعا دي مهمة جدا عشان بس انا حبيت اوضحها قبل ما نخلص الدرس. نوت، نخش على البارسل، كنا احنا عملنا ده اسمه ايه اللي هو الاوفست، مظبوط كده. كل ما هنالك ان انا هخش اعدل فيه، مش هخليها بقى اوفست وستيشن مؤقتا، انا هخليها مثلا ربط بحاجه تانية، يعني مثلا هو الريفرنس. حلو، كنت انا اعملها ايه اوفست وستيشن، مظبوط كده، وهشيل دي خالص، او هشيل كلمه سوري التكست اللي هو الريفرنس ده واحط ريفرنس جديد يرتبط مثلا بالسطح. حلو، واقول اوكي. يبقى كده ده الليبل نفسه هيتغير، ماشي، الليبل كله على بعضه هي ايه هيتغير. تمام، ساعتها هو هيطلب مني ان انا احدد له السطح اللي اشتغل عليه. ليه؟ لان الرسمه دي خلاص بالفعل عليها ليبل، بس هو مش عارف السيرفيس بتاعها عباره عن ايه. اقول له اوكي. تمام، زي ما انتم شايفين طلعت علامات ايه، علامات استفهام، لان هو ايه انا غيرت الستايل فالربط بتاعه اختلف. الاول كان مرتبط بالالاينمنت، دلوقتي مرتبط بسطح. طب السطح ده انا هعدله ازاي؟ ساعتها هضطر ان انا هختار كل واحده، يعني كل ستايل، كل كتابه زي كده مثلا. حلو، هاخد مثلا الكتابه دي، تمام، طبعا هختار الكتابه كلها بس عشان الجهاز ما يتقلش معايا، وبعد كده بعمل كنترول واحد، ماشي، تظهر لي ايه صفحه البروبرتيز دي، اهي اول سطر زي ما احنا شايفين اللي هو ريفرنس تكست اوبجكت. كل ما هناك انا بضغط عليه، حلو كده هنا، وبيقول لي ايه سيلكت الريفرنس بتاعك من الليسته، بقول له انتر. حلو، بيطلع لي ايه، سوري، نضغط هنا اهوت، اهو بيطلع لي السيلكت اوبجكت اللي هو الايه السطح، انا دلوقتي بربطه بسطح جديد، وبقول له اوكي. هنلاقي الكتابات اوتوماتيك اتغيرت، بقت عباره عن ايه، عن السطح الجديد بتاعنا. نشوف كده مع بعض اهي، بقت عباره عن ايه زي ما احنا شايفين منسوب الجديد، وهنا المنسوب ايه، منسوب للسطح الجديد. يبقى دي في حاله لو انا في عندي بارسل موجوده وعايز اعدل الستايل بتاعها، بيتعدل بالايه، بالطريقه دي. نفس الحكايه هنا، انا ما كنتش اخترتها فعشان كده ما اتعدلتش. تمام كده، معلش انا طولت عليكم شويه في الدرس دوت، بس عشان حبيت اوضح كل حاجه خاصه بالليبلنج. دي بتنفع ناس كتير، عمليه السيرفز الربط بالسطح ده. وباذن الله الدرس الجاي هيكون مهم جدا، ازاي بقى نستخرج الداتا دي سواء في الرسمه او في في الاكسل اللي عندنا بره عشان نقدر نتعامل معاها. اشوفكم باذن الله في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.